Total, partenaire du football africain. انا اللي ربما شويه ما متفقش معانا وفي العوال ما عليه هو توسيع لائحه المنتخب. يعني اليوم باش نكونوا واقعيين راه ما يمكنش هذه اللائحه نبداو غير نجيبوا، لان راه ما يمكنش نبداو هناك هناك يعني لا تكون محدوده اكيد تكون محدوده، ولكن واش حنا غنوصلوا ثاني نعاودوا الخياطه نجيبوا 50 لاعب جديد؟ صعب قدر. الخطاب التفاؤلي بان عندنا نواه منتخب راه فيه نقاش كبير صراحه، راه ربما 5 ولا 6 لاعبين فوق 30 عام. انا تنطبق على اللي بن عطيه 30 الاحمدي وفجر متالق 29 عام، ولكن ما يمكنش لنا عاوتاني غير فين ما سمعنا ما غنبدلوش الشهور، ولكن اكيد خصنا بلومبي اللي قلت فينا خصنا بلومبي ضروري. لا انا تنقول كاينين اللاعبين اللي معروفين كانوا مصابين غير نضافوا هذوك، لاش لا جدال فيها. كاينين بعض اللاعبين البطوله ما كانوش دائما في التشكيله، ولكن ما بغيناش سيدنا امرابط نعم. ابو فالعجل المنتخب لا هذاك احنا ما تنبغيوش ما يعود. انا بغيت ما يجيو ما نمشيوش عاوتاني نبداو نقلبوا نبدا. انا ما بغيتش نوصلوا للمنتخب اللي تيبحث على الهويه عاوتاني ويعاودوا بحال اللي تيوقع دائما تنفقوا نعمروا في اللاعبين حتى تنوصلوا لائحه 50 لاعب وعاد خصنا نصفيو. دابا عندنا النواه الصلبه، عندنا المجموعه معروفه، عندنا يعني غنضيفوا. انا خصني مهاجم غنقلب عليه، خصني اريال دروا غنجيبو، ولكن ما تكونش ذاك الاوفرا، لان لي بوست اللي عندك علاش غتمشي تقلب عليهم؟ يمكن عندك ديجا راه كان عندك الاحتياطي ديالو. حنا دائما تنقولوا في اي فريق ناجح خصنا ندوبليو لي بوست. نعم. يعني عندي جوج هذا اريض روح وتيكونوا دو ولا تروا جوور بوليفالون. توتال بارتنير دي فوتبول افريكان.